عشان وقتنا، في بعض الناس بيطلعوا زكاتهم السنوية في رمضان. تصرف ايجابي، تصرف ايجابي جدا، وبتبقى مساله بسيطه. وفي اول سنه بيطلع فيها الزكاه، نفترض ان هو حاطط ان هو بيطلع الزكاه في اول يوم في رمضان او في العشر الاواخر من رمضان، هو بيطلعها عشان الفريضه ب 70 فريضه، خلاص يبقى كويس قوي، هيطلع في التاريخ ده. طب اول سنه هيطلع فيها الزكاه، هيطلع على كل الرصيد اللي عنده. طب ما في اموال لسه ما حدش عليها الحول، هي دي الطريقه الايسر، هنروح مطلع على ده. اول سنه هيطلع بزياده، بس بعد كده كل سنه لما يطلع عليها هيطلع فعلا على الاموال التي حال عليها الحول. فالطريقه دي طريقه صحيحه وليس فيها اشكال.